شلونكم. اليوم وصفتنا من اطيب انواع المقبلات اللي دائما تتقدم بالمطاعم. راح اسوي لكم اياها بطريقه جدا سهله وبسيطه، ممكن تحتفظوا بيها وتستخدموها يمتى ما تحبون. كل اللي احتاجه لهالوصفه فلفل احمر بارد اشيل من البذور، اضيف له زيت زيتون، ادخله للفرن اشوي، اذا حبيته حار ممكن تضيفوا فلفل احمر حار شويه. وطبعا بالمطاعم ما يستخدمون الفلفل الاحمر الطازج، وانما يستخدمون معجون الفليفله او يسموه دبس الفليفله اللي يجي مثل معجون الطماطه بس متكون من الفلفل واكو منه حار وبارد، يضيفوا له شويه اضافات وخلصت. عموما طحنت شويه كعك وشويه جوز، احب استخدم الهاون حتى احصل على خشونه بالمكونات ما تكون كلش ناعمه. ضفت ملح، زيت زيتون، دبس رمان، وشوي من معجون الفليفلة. وإذا ما عندكم هذا المعجون ممكن تزيدوا كمية الفلفل اللي شويتوها. بعد ما نشوي الفلفل قشرته وقطعته كلش ناعم، ممكن تستخدمون محضرات الطعام وتضيفون كل المكونات سوية، بس أنا أحب شوية خشنة. ضفت آخر شي الراشي وقلبتهم كلش سوا وخلصت الوصفة. أتمنى تكون عجبتكم. لا هي مخلمة ولا فول أحمر ولا ما اعرف شنو اللي قلتوه، هي اسمها محمرة الجوز من اطيب انواع المقبلات. دمتم بخير، باي باي.